السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده. كنتمنى ما ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله يا رب. كنتمنى الصحه والعافيه لجميع المسلمين والمسلمات يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد جوج ديال الاطباق بداكشي اللي توفر في الدار، بلا ما نخرجوا بلا ما نتقداو بلا ما نديروا المشاكل. الخضيره اللي توفرت عندنا في الدار نحاولوا نوجدوا منها اطباق راقيين وزوينين. اليوم ان شاء الله حضرنا جوج ديال الوصفات اللي راقيين وزوينين ومميزين ومن لا شيء من الخضيره وشويه ديال البيض، داكشي اللي توفر في الدار. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. انا درت هنايا المقله كتسخن، غادي ندير هذا المقادير مع طريقه التحضير. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت باش تسخن، وغادي ندير البصله تشحر شويه، غادي ندير لها شويه ديال الملح باش تنزل، صافي. بعد ما تشحرت ليا هنايا البصله غادي نزيد عليها الطريفه ديال الدجاج ديال السدر، غير طريف صغير هكا قطعته رقيق، وغادي نديرو باش يتشحر حتى هو شويه مع البصله. وغادي نغطي عليه وغنخليه حتى يتشحر ليا الدجاج مزيان مع البصله. صافي، بعد ما تشحر ليا الدجاج مع البصله غنزيد واحد الحبه ديال مطيشه كبيره مقطعه مربعات، نحيدها لها القشور نحيدها لها الزريعه. غادي نغطيو عليها ونخليو حتى هاد المطيشه هي تشحر معاها مزيان. صافي، بعد ما نزلت ليا مطيشه دابا غادي نزيد باش ندير التوابل من البوطه مزيده. بالنسبه للتوابل غادي ندير واحد المعلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الزعتر. الزعتر كيبقى اختياري، نتوما عارفيني انا كنبغي نطيب بزاف الزعتر. اللي كيبغي الزعتر ديالو راه كيعطي واحد النكهه زوينه، اللي ما كيبغيهش ما يديروش. غادي نصبر عليها تشحر شويه. هنايا راه عندي واحد جوج بطاطات قطعتهم مكعبات وسلقتهم، ملي غتشحر وتلبس بالتوابل غادي نضيف لها حتى البطاطا. غادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس، واحد طريس ديال الثومه، صافي. دابا غادي نزيد لها هاد البطاطا هادي اللي سلقت، طبيعة الحال سلقتها في الماء والملحة، ونحاول نلبس لها هاد الكشوة. صافي، بعد ما تشحرت ليا هكا وتلبسات بالتوابل دابا غادي ندير حفيرات هكا باش غادي ندير فيها البيض. غنحاول كل حفيرة نقشي فيها بعشية الصفر. هاد البياض اللي بقى ليا غنديرو من الجناب، صافي. غادي نسد عليها وغنخلي حتى يطيب البيض ونطفي عليها. صافي، بعد ما طاب ليا البيض طفيت عليها البوطه، وغادي ندير لها واحد الرشه ديال الفرماج احمر من الفوق. هاد الفرماج كيبقى اختياري، قلت لكم هاد الفرماج كيبقى اختياري، الا توفر نديروه، الا ما توفرش ماشي مشكل، كيعطي حتى هو واحد اللذه هكا من الفوق. صافي، وغادي نغطيو عليها باش يذوب الفرماج، ولكن انا راه طافيه البوطه. دابا غنخليو هادي، هذا هو الشكل النهائي ديالها، وغادي ندوزو باش نصايبو الوصفه الثانيه. بالنسبه للاكله الثانيه ماشي انا اللي غنطيبها، غيطيبها لنا الشيف اللي شدو عندنا هنايا الحجر الصحي.
كيف كتشوفوا حنايا درنا المقله هنا كتسخن وغيدير فيها شي شويه ديال الزيت. غتسخن الزيت شويه صافي. بعد ما سخنت الزيت غادي نديرو البصله هكا شرائح حتى تقلى البصله. ملي كتقلى بالزيت كتعطي واحد البنه زوينه صراحه. كتستف فحطها ديرو حاجه صافي. نغطيو عليها حتى هي شويه غير الا ما تنزل شويه البصله وعاد نزيدو لها العناصر الاخرى. على ما تنزل البصله درنا هنايا واحد ثلاثه البيضات كيتسلقوا حتى هما يحتاجوهم في هذه الوصفه هذه صافي. دابا بعد ما تشحرات البصله غادي نزيدو لها الفلفله دوائر حتى هي تشحر معاها. صافي دابا غنغطيو عليها الفلفله حتى هي تنزل. بعد ما تشحر حتى الفليفله شويه غنزيدو هاد مطيشه مقطعه دوائر بالقشور ديالها زي نستفوها فوق الفلفله. الا لاحظتوا راه كاينه البصله من التحت والفلفله من الفوق والمطيشه من الفوق منها. الشيف ديالنا ديال داكشي مستف صافي. غنغطيو على المطيشه حتى هي حتى تنزل شويه وعاد باش غنديرو التوابل. دابا غنديرو التوابل واحد الرشه ديال الملح شويه ديال التحميره واحد نصيص معلقه ديال البزار. ما نكثروش البزار حيت ما عندناش الخضره بزاف. معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال الكمون قلتي معلقه ضغطي ديال جوج لا عزالك الكمون وواحد شويه ديال الزعتر. دائما الزعتر كيبقى اختياري حنا كيعجبنا في الطياب كنطيبو به صافي. غادي نغطيو عليها وغادي نخليوها تشحر مزيان وتشرب ديك التوابل وعاد نضيفوا لها العناصر الاخرين صافي. دابا حنا عرينا عليها شويه لقينا باقي فيها شويه الماء نخليوها تزيد تنشف. شنو غادي لها نزيد لها شويه ديال الربيع. ايه الشيف صافي. نستناو عليها تنشف شويه. الا لاحظتوا راه البصله والفلفله وما تشار خاو الماء ديالهم مالك وحالك الربع في يدك. نستناو عليها غير تنشف شويه ونضيفوا لها العناصر الاخرى. عندك هاد الغوصيط ما كتحركش كيحطيها كيبقى في بلاصتها. طالع واحد الريحه فنه خايفه من كورونا صافي. هي بعد ما طابتينا الخضيره تشحرات مزيان دابا غادي نزيدو لها البيض. ولكن الشيف ديالنا ما بغاش يدير البيض خضر دار البيض مسلوق. واحد ثلاثه البيضات هنايا سلقناهم هو اللي غيستفو مكا بجناب. صافي بعد ما كملت السيق ديال البيض دابا غادي يدوز باش يدير الفرماج الاحمر. الفرماج الاحمر مع هاد الغوصيط بصراحه كيجي غزال بحال العشيشات هكا ما بين البيضه والبيضه ما بين نص بيضه ونص بيضه. غنشوف شكون اللي غيربح واش انا ولا انت واش الوصفه ديالي ولا الوصفه ديالك. باين انت عندك هادشي مزوق انا عندي داكشي مرون. غنبقى فيهم غيديروا لي انا الجو دابا لا جا شي جو ولا شي كومونتير في وجهك غنبقى فيهم. وعشيش هكا في الوسط
وغادي اش غدير غتزوق دابا البيض ياك البيض هو حشو باش يبدل الكولون ديالو حسب الالوان في شويه ديال التحميره هكا من فوق كل نص بيضه لعبتي على الالوان في هاد الغوصات صراحه جات زوينه شكلا ومذاقا راه طالعه منها واحد الريحه فنه مع داك الزعتر ومع هاد الخضيره طالعه واحد الريحه فنه صافي غادي يغطي عليها وخليها غير تشحر شويه ويذوب داك الفرماج طبيعه الحال العافيه مهيله صافي غنطفو عليها صافي كنظن انا الفرماج ذاب حيد الغطاي شوفوا صافي الفرماج ذاب تشحرات صافي دابا غادي نطفو على البوطه وها هي واجده وهذا هو الشكل النهائي ديالها وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق هذا هو الطبق الاول ديالي الشيف باقي ما وصلش لينا الطبق ديالو ها هو حاضر حاضر ناظر وها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الشيف ديروا لي الجيم انا ماشي هي وي بنات هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا من لا شيء خرجنا جوج ديال لي غوسيط هكا زوينين صحيين للوليدات ماشي ضروري اننا نخرجوا ونتقداو ونجيبوا باش نوجدوا شي حاجه غنقداو غير من داكشي اللي واجد عندنا ونجلسوا في ديورنا ونطلبوا الصحه والسلامه للجميع كنتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا جاوا زوينين وبنانين والالوان مبهجين ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك تخليوا تعليق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.